السلام عليكم، اهلا بيكم. الفيديو السريع البسيط اللي قدامكم دوت هو عبارة عن صينية بطاطا بالمانجا، وهقول لكم مختصر سريع لطريقتها. سلقت كيلو بطاطا مسلوقة في مية قليلة، يعني كوباية ونص كده او كوبايتين مية، عشان ما يبقاش تبقى البطاطا زي ما تكون كده مشوية. بعدين هرستها وهي سخنة، وقشرتها الاول وهرستها وهي سخنة. جبت منجاية كبيرة، هرستها اللحم بتاع المنجاية ده هرسته بالهراسة كده زي ما هرست البطاطس. هرست المانجا وحطيت عليها كوبايتين لبن، انتوا مزاجك، يا كوبايتين لبن يا كوبايتين مية مع المنجاية الكبيرة دي. وحطيت نص كوباية سكر او ربع كوباية سكر زي ما بتحبي. وبعد كده عملت معلقتين ونص نشا، عشان عملت حساب المانجا، لان كل كوباية لبن او كوباية مية بحط لها معلقة نشا كبيرة، بس انا عشان حطيت المانجا بتبقى تنزل سوائل، فبقوا بقى معلقتين ونص نشا. وقلبت كل ده على البارد بالسكر بالنشا باللبن، وعملت منه طبقة مهلبية. هرست البطاطا انت ومزاجك، يا تعمليها طبقتين، طبقة تهرسي البطاطا وتفرديها في الصينية دي، صينية من بتوع البسبوسة اللي هي صينية الحرف بتاعها مش عالي يعني. وبعد كده جبت طبقة المهلبية اللي انا عملتها باللبن او بالمية، وفيها المانجا وفيها شوية فانيليا، وقمت فردتها على وش الصينية. واي اضافات تانية ممكن تحطها على وشها، مكسرات، جوز هند، براحتك. وندخلها في التلاجة تبرد ونقسمها فرط وناكلها. هي كده خلصت طبقة المهلبية وطبقة من فوق وطبقة البطاطا من تحت. لو حابة ان انت تقلبي البطاطا مع المهلبية كلها وتبقى طبقة واحدة، برضه هتديكي نفس الشكل ده، لان البطاطا اللي انا مستعملاها بطاطا صفرة، فهتكون الصينية بنفس الشكل ده. وندخلها في التلاجة تبرد ونقدمها وناكلها بالهنا والصحة. ولو حابين نشوفها عملي مع بعضنا نبقى نعملها في حلقة جاية، لكن هي سهلة وبسيطة وده شكلها النهائي. وأتمنى تشتركوا بالقناة، وياريت ما تبخلوش باللايك والشير. تحياتي عزة زيدان، والمرة الجاية نتقابل في عمل صينية البطاطا بالمانجا بالطريقة العملية إن شاء الله.